أحييكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أحاديث بيروت. هذه الحلقة مشاهدينا رغم ما ستحمله في طياتها من بعض السوداوية، إلا أنها مبنية بالدرجة الأولى على قدسية المشاعر الإنسانية والكرامة والحق في الصحة النفسية والحق في العيش بمجتمع صحي لا يجرد الإنسان من طاقاته وأمنه كل أشكال الأمن. هي حلقة مخصصة للحديث عن ترسبات تتراكم في طبقات في نفوس اللبنانيين وتحفر عميقا في ذاكرتهم الجماعية، الاضطرابات النفسية والاعتلالات الاجتماعية الناتجة عن الانهيار الاقتصادي. سنحاول أن نقدم مضمونا شاملا لأزمة معقدة متشابكة نتائجها الحقيقية ربما بعيدة المدى، ولكن مع ضيفتينا سنفهم أكثر الواقع النفسي والاجتماعي لللبنانيين. نرحب بالدكتورة ليلى شمس الدين، وأنت باحثة في الانتربولوجيا والإعلام. أهلا بك ومرحبا في هذه الحلقة في أحاديث بيروت. ونرحب أيضا بالدكتورة هلا كرباج، وأنت طبيبة أخصائية في الأمراض العقلية والنفسية. شكرا. دكتورة هلا، أريد أن أطرح في البداية مدخل لهذا الحوار. موضوع هل أن نقاش الصحة النفسية لا يزال محرما ثقافيا واجتماعيا في لبنان؟ هلأ فينا نقول أنه الصحة النفسية هلأ بلبنان عم بتصير أكتر وأكتر، يعني عم ينحكى فيها أكتر وأكتر، وبتخيل الشيء اللي عم بيساعد بهيدا الموضوع أنه اللبنانيين عم بيحسوا أنه إذا نفسيتهم تعبانة هيدا الشيء كمان من وراء الوضع، يعني هيدا الشيء نوعا ما عم بيخلي الفرد يحس أنه مش الحق عليه إذا هو منه منيح، يعني ما بقى في بيقولوا له internal attribution، يعني ما بقى بيحط أنه هو ضعيف الشخصية، أنه هو ما عم يقدر يتعايش مع ظروف الحياة، لا، الوضع كله جماعياً منه منيح، بيشوف أنه كمان غيره منه منيح، مثل ما بيقولوا في مثل بيقول إذا عمي تخفيت، يعني الفكرة أنه هيدا شيء جماعي. هذه مفارقة ربما ليست جميلة أو ليست مباشرة بالخير. مزبوط، ليست مباشرة بالخير بتاتاً، بس فينا نقول أنه يمكن لأنه في شيء جماعي عم ينعاش، هالشيء بيشيل شوي من الاستيغما، من الوصمة تبع الصحة النفسية أو المرض النفسي أو الحالة النفسية. يعني هلأ اللبنانيين عم بيكونوا أكتر وأكتر عم يستوعبوا قديش هن تعبانين، وعم بيكون في قبول أكتر إنه هن يستشيروا أخصائي أو إنه يحكوا مع أخصائي. بس للأسف إنه بهيدا الوضع الحالة النفسية اللي عم بيعيشها اليوم اللبناني حل منه بس عند الطبيب النفسي للأسف. هي أكيد الطبيب النفسي رح يقدر يساعد الفرد أنه يقدر يكون عنده نوع أنه يقدر يقوم بأشغاله، يقوم مع أولاده، بس أنه أكيد أنه الطبيب النفسي ما رح يقدر يرد الكرامة للناس. يعني الناس اليوم حاسة أنه بهالوضع والأزمات اللي عم تتالى في شيء من كرامتها عم يندقر فعلا. وهون منشوف يمكن نرجع على تعريف الصحة النفسية، إذا بتسمحي لي يمكن عرف بالصحة النفسية حسب المنظمة الصحة الدولية. الصحة النفسية هي منا بس مجرد عدم وجود مرض نفسي، هي تفاعل بين الفرد، وهي تفاعل بين عوامل فردية وبين عوامل محيط. محيط يأمن فرص للفرد، يأمننا فرص أنه نقدر نحقق ذاتنا، يأمننا فرص أنه نقدر نواجه صعوبات الحياة اللي هي صعوبات كلنا رح نواجهها شنهار. الصحة النفسية هي مبنية على المحيط اللي نحن فيه، وعلى السبورت نتورك، على شبكة التضامن الاجتماعي والفرص اللي هي متاحة لنا. وقتها نحن نشوف حالنا بمحيط ما بيأملنا بقى ولا فرصة أنه نحن نحقق ذاتنا، حتى لو ما عندنا ولا أي استعدادية وراثية للمرض النفسي، راح يصير في حالة نفسية. يعني مش بس المسؤولية الصحة النفسية منا بس على الفرد، أنه أنت لازم تكون قوي، أنت لازم تتحمل، أنت لازم، هي كمان في مسؤولية كمان على المحيط. يمكن أكيد تخيل انه الباحثين بالانثروبولوجيا بيوافقوني على هذا الشيء، انه في كمان مسؤوليه على المحيط كمان، مش بس على الفرد انه هو يقدر يتفاعل مع المحيط. دكتوره ليلى، ايضا بنفس السياق، الوصمه الاجتماعيه للاعتلالات النفسيه لا تزال موجوده في مجتمعاتنا بتقديرك؟ لا بالتاكيد، يعني الشيء اذا بدنا نحكي بالعام
أكيد الوصمة، وقال هلا كل العالم ما بيكون عم يحكي عن شيء اسمه تنمر، وعم يشتغل على يعني بقوة بكل دول العالم على موضوع التعريف بهذا الموضوع وأثاره وتبعاته وأيضا مواجهته. بس إذا بدنا نقول شوي على نشوف شو عم بيصير بالواقع بلبنان، الوصمة النفسية هلأ، الوصمة الاجتماعية من الاعتلالات اللي عم بتصير، بدنا نحدد شو بالضبط عم نقول. هلأ عم نقول هالاضطرابات الموجودة اللي إلها أكثر من سنتين ونص عم يرزح تحتها كاهل كل أبناء المجتمع اللبناني اللي ساكن هون، وحتى اللبنانيين الموجودين بالخارج، لأنه عم بعيشوا الصعوبات اللي موجودة عند أهليهم هون. فالاعتلالات عم بتزيد، وبالتالي الضغوطات عم بتزيد. مش بالضرورة يكون يحملوا وصمة معينة، وإنما كيف عم بتلقوا، كيف عم بتحول وضعهم. يعني هن موجودين بمرحلة تحول، تحول كامل بكل الظروف اللي هن نشأوا فيها وكانوا عم يتأملوا فيها ببلدهم أنه يتطوروا لقدام. فجأة إجا انهيار كامل على كل الصعد. هلأ بنقول فجأة، بس هو بالحقيقة كان له سنوات وصل لمحل لأين حالنا نحن كمواطنين، إذا فينا نسمي مواطنين موجودين بهالبلد. عنا مثل ما حضرتك تفضلت أستاذي ليال بالمقدمة، عنا فقدان لأمن فعلي، أمن سياسي، أمن اقتصادي، أمن بيئي، أمن صحي، أمن تربوي، أمن اجتماعي. فبالنهاية صار في اعتلالات عم بتعم على الكل. يعني ليه أصحاب اللي كانوا اسمهم طبقة متوسطة، لأنه تغير الوضع بعتقد هلأ رح نحكي خلال الحلقة، والتأثروا اللي كانوا أساسا بيتأثروا كطبقات فقيرة، وأيضا حتى الطبقات الميسورة، كله عم بيكون موجود بهيدا الجو. الفرق أنه إذا عم يقدر يأمن حاجياته إلى حد ما، وشغل مرتبط مع خارج لبنان، قادر يكون عايش حالة استقرار نوعا ما معنوي. يعني اليوم مثلا بهالفترة، بفترة الأعياد، عم نقول أنه واصل 91 طيارة على لبنان ليجوا يزوروا اللبنانية، عم يزوروا أهليون، وطالع كمان 91 طيارة من لبنان. يعني في ناس، بس مش بالضرورة الأشخاص هناك، بس عم بيهاجوا. ثنائية للأزمة في لبنان، ثنائية ربما جميلة، وأيضا هناك المقلب الآخر، المقلب المأساوي. دكتورة هالة، يعني بضوء ما تفضلت به أنت والدكتورة ليلى، هل نستطيع أن نعتبر أن الصحة النفسية للمجتمع اللبناني ككل، أصلاً بدي أسألك عن هذا الموضوع، هل ما ينطبق على الفرد ينطبق أيضاً على الجماعة؟ هل يوجد صحة نفسية للجماعة وللمجتمع؟ أوكي، هذا هو سؤال، يعني أنا بحس هو فعلاً هو أهم سؤال عم نطرحه اليوم، أنه كيف الفرد والمجتمع أو الشيء الفردي والجماعي كيف بيقدروا يندمجوا مع بعضهم، وشو الصلة بيناتهم؟ أكيد على الصعيد الفردي كل شخص منا عنده طبع معين، عنده طفولة معينة، تفاعل مع أهل معينين يمكن عطوه ثقة بنفسه أو لا، عطوه صورة منيحة عنه أو لا، كان هو معرض ليمكن إشي معينة بطفولته عملت له صدمة. كل فرد عنده قصته، والقصة الفردية أكيد بتلعب دور كبير بكيف نحن بنتفاعل مع صعوبات الحياة. بس هون عم نحكي صعوبات إذا فينا نقول عادية، يعني ما بعرف إذا فينا نحدد شو العادي الكلاسيكية. نعم. ما عم نحكي انهيار اقتصادي وانهيار اجتماعي وانفجار في العاصمة والموت بوجه كل الوقت. أكيد عم نحكي عن صعوبات عادية. يعني خلينا أول شيء نبلش بالكلاسيكي. نعم. يلي هو أنه كل فرد بيخلق مع الحياة وبيربى مع مثل باجاج معين لا يواجه صعوبات الحياة. والصحة النفسية هي يعني بتتحدد بأنه كيف أنت بتواجه صعوبات الحياة، قدي عندك ريزيرف، قدي عندك طاقة، قدي عندك ريسورسز، إن كانت فردية أو حواليك، أهلك، عائلتك، أصحابك، شغلك، موقعك بالمجتمع، كيف تنظري لنفسك، كلهم هيدول بيحددوا الهوية الشخصية، وبيحددوا أنت قدي بتحس حالك قادرة، عندك feeling of self-efficiency، يعني حاسة أنه أنت قادرة تأثري على حياتك. أنا قدي قادرة أثر على حياتي، وقدي قادرة يكون عندي قرر شو بدي أعمل بحياتي. هيدول مكونات أساسية لواحد يكون مرتاح بحياته، وهيدول فينا نقول أنه هن انه فرديه. نعم. بيتفاعلوا مع مجتمع معين. يعني اليوم جماعيا شو بيصير؟ بيصير انه نحن وقت نكون بمحيط ما عم يقدر يعني عم بحسسنا انه نحن ما عندنا ولا اي سيطره على حياتنا. انا بتذكر هون عم تجيني بس فكره معلي رح اقولها. بتذكر من سنتين وقت ثوره 2019، لو فينا نحكي عن هالشيء هلا، بس انه بتذكر قد كان عندنا هالشعور كجماعه.
جماعيا انه نحن قادرين نغير البلد. وما بتتخيلي انا بعيادتي شو شفت ناس تحسنت مع انه كان صار لها سنين على الدواء وسنين بتعمل ثيرابي اللي هي اكيد مهمه. انا هون اكيد بشدد على اهميه العلاجات الفرديه اكيد، بس في ناس يعني حست انه انا بقدر اعمل كنترول على حياتي، بقدر اعمل كنترول على بلدي على مجتمعي، انا قادر غير شيء. هيدا الاحساس يلي هو جماعي لانه صار شيء جماعي اثر على الفرد انه انا يمكن اقدر غير. هلا بعدين للاسف شفنا انه برايك هذا الشعور الجماعي انقلب الى شعور جماعي يعني اساسه الاحباط والياس. ايه يعني قصدي انا اول شيء مثلا اعطيت مثل ثوره 2019 لانه كان في مثل نوع من الهيك من الاحساس انه نحن قادرين نغير وهيك، وبلشت كجماعه بلشت بموفمون جماعي اثرت على الافراد بعيادتي انا. هلا كيف هلا وهلا في شيء كمان جماعي، نوع من الأكيد من الإحباط، نوع من اليأس، لأنه الناس ما بقى عم تقدر تفكر بمستقبل. ونرجع هون كمان أحد مكونات الصحة النفسية أنه تقدر تعمل بروجكشن على مستقبل، تشوفي أنت بعد سنة سنتين أنا وين، بعد 5 سنين أنا وين. والوضع اللي نحن هلأ فيه بلبنان للأسف ما بيسمح للأفراد أنه يقدروا يتخيلوا مستقبل معين. دكتورة ليلى، أنا لفتني بحديثك قبل قليل عندما استخدمت كلمة مواطنين أو مواطنة بين مزدوجين. في لبنان إشكالية أو سرديات متنوعة للبنان، وهناك يعني إجماع لأنه ما في مواطنة وما في هوية وطنية جامعة، ولكن اليوم في كل الأزمات التي يمر بها الشعب اللبناني هل يوجد أيضا مصير مشترك، إحساس مشترك، يأس مشترك إذا صح التعبير جماعي؟ يعني أنا بس بتمنى نحن وعم نحكي ما كتير نيأس المشاهدين مع أنه الوضع بيأس، يعني بس عم نركز على الموضوع. هلا هو صحيح الوضع بيأس، بس نحن واجباتنا كمان نفتش دايما من بظل كل هالجو السوداوي على منطلقات نقدر نحسن الوضع. رح أرجع للسؤال المهم اللي طرحتي حضرتك. أكيد يعني ما كتير بدنا نحكي، خاصة طبعا نحن عارفة أن نحن عبر فضائية، وإنما وقت نقول بلبنان في ما في هوية وطنية جامعة هيدا ما حدا عم بخبيه على حدا، يعني شيء واضح وشيء مؤلم موجود. ما في اتفاق على ثوابت ومنطلقات أساسية بتحدد شو الوطن وعلاقته بكل محيطه وعلاقته حتى أبناء شعبه بقلب بعضهم. ومشان هيك بقول بين مزدوجين، وإلا كلنا بالنسبة لنا بيعنينا لبنان كوطن، وكلنا بالنسبة لنا بيعنينا أنه نشعر أنه مواطنين. بس هيدا الإحساس ما بيجي لا مثل ما تفضل الدكتور هالة أنه تربى بالبيت هيك صحيح، بس بتجي الدولة اللي بتعزز هيدا الأمور، ونحن هيدا الانهيار لاحق موضوع كمان الهوية الوطنية. السؤال اللي حضرتك قلتي هل كلنا بنشارك، يمكن هون كنا تحت الهواء عم نحكي شوي عن موضوع أنا اللي بحب وقت أقول أنه كارثة لبنان، لأنه فعلا كان كارثة لبنان أصاب كل فرد فينا بلبنان وقت صار انفجار مرفق بيروت بآب 2020. اللي بهيدي بكارثة لبنان شفنا بصيص أمل إنساني على الرغم من كل الاستفافات والزبائنية اللي بنشوفها عادة بالمجتمعات اللبنانية على أرض الوطن. شفنا لا، في نواة بتبشر بالخير، مجموعة كتير كبيرة ما بدي أقول بس من الشباب، بس كانت غالبيتها من الشباب، وهيدا الشيء اللي كتير منيح، يلي مش بس نزلوا على موقع الانفجار وكانوا عم بيساندوا الناس بكل الطرق المشرفة الإنسانية من دون ما يسألوا ولا اسمه ولا من أي ديانة ولا مين لوين بينتمي. كان فيها اللحمة، وعادة معروف أنه بدنا نحكي شوي أنتروبولوجيا، وقتها بيكون فيها الأدى إحساس مصيبة بالكارثة مثل ما هلا حضرتك تفضلتي جامع، منصير من أكثر بنلتف حول إنسانيتنا الحمد لله. بس هيدا الشيء ما رجع كتير حدا استثمره بعد ما انتهت قصة إعادة ترميم المنطقة. أنا لن أكون سوداوية، ولكن هذه اللحمة التي تتحدثين عنها هي جاءت في ظل غياب الدولة، وهذا يعني أن الناس كانوا متروكين لمصيرهم. ألا يعني هذا أنه كمان بنرجع لثنائية المشهد، أنه دائما في لبنان هناك التناقضات في كل شيء؟ لا، خليني أقول هيدا الشيء عالمي. يعني هلأ إذا بنجي بنقول شو بنتطلع بالتجارب اللي صارت بالناس، في نقطة تفضلت فيها وذكرتها دكتورة هالة عن موضوع الصحة النفسية الفردية والصحة النفسية المجتمعية وقديش في علاقة بيناتهم. بهمني أقول أنه كل الدراسات اللي صارت بمجال الأنتروبولوجيا على كل العالم مش بس على لبنان،
نتأكد أنه الاضطرابات الفردية اللي بنشوف انعكاسات على الفرد طبعا مثل ما تفضلت بحسب قدرته على تحمل الموضوع بتختلف تماما بقراءتها وانعكاساتها وقت يكون اضطرابات جامعة بنسميها بحالات الكوارث والطوارئ. نحن بلبنان قلنا على الأقل على الأقل سنتين ونص عم نعيش حالات كوارث وطوارئ وما عم بيكون في أبدا كلنا متروكين وعم نشعر انه في انفصام مش بين الناس انفصام تام بين ما يسموا انفسهم طبقه سياسيه حاكمه وبين الناس بشكل عام وبنقسم الناس لجماعات. الشيء اللي بدي اكد عليه وبعتقد انا كنت فكرت بانه نوصل له باخر الحلقه بس بهمني اقوله من هلا نحن حلنا الاولي بتضامننا المجتمعي لنقدر نشتغل والامل اللي كان موجود عند كتار عالم انه بنقدر نغير سواء بانتخابات بتخلينا نحن عن جد نفكر مين بدنا ننتخب صحيح. مش تحت الضغط المجتمعي نرجع ننتخب نفس الاشخاص ونرجع نلتف وهي الخطوره المخيفه انه نرجع نلتف بالانتخابات المقبله كل جهه عبر زعيمة. سنفصل حول السلوك المطلوب من الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني للنهوض بواقعه النفسي والاجتماعي والسياسي وكل الميادين أيضا ولكن بعد التوقف مع هذا الفاصل. عودة إلى القسم الثاني من هذه الحلقة من أحاديث بيروت مجددا نرحب بكم مشاهدينا ومجددا نرحب بضيفتينا دكتورة هالة. إذا أردنا بإيجاز اليوم أن نصنف أكثر الأمراض شيوعا الأمراض النفسية طبعا بين المجتمع اللبناني وأكثرها يعني تكاثرا أو أكثرها يعني ظهورا لدى الناس حضرتك طبيبة ويعني أكيد لديك بعض الإحصاءات بعض الأرقام. نعم نعم نعم. هلا الشيء اللي فينا نقوله أكيد إنه في حالات اكتئاب وقلق زايد كتير. حالات الاكتئاب والقلق هي يلي عم تجي من القلق بالنسبة للوضع الحالي، القلق بالنسبة للمستقبل، القلق بالنسبة للوضع، التغيير بالروتين العادية، يعني واحد كان عايش شيء وفجأة صار عايش شيء تاني، كان مفكر انه هو عنده مأمن شيء طلع انه منه مأمن شيء، يعني هيدي عم بتزيد كتير حالات القلق والاكتئاب. بالغض النظر عن هذا الشيء حتى الناس اللي عندهم أمراض عقلية ذو استعدادية وراثية واضحة مثل مثلا أمراض الفصامية أو أمراض ثنائي القطب حتى هدول الأشخاص يلي هن بياخدوا عادة أدوية وعندهم علاجهم عم ينقطعوا من الدواء يعني إذا بينقطعوا من الدواء حالتهم النفسية أو المرض عندهم رح يرجع يبين. يعني هيدي هون الخطورة مش بس الوضع بس كمان انقطاع الدواء لأنه الدواء عم ينقطع هذا الشيء عم بيسبب كوارث عند العالم لأنه بيرجع بيصير في ريلابسس يعني بيرجع واحد بيقدر يفوت بالحالة المرضية وعند الناس اللي أصلا ما عندهم استعدادية وراثية للمرض العقلي حتى لو ما فيها الاستعدادية الوضع عم يعمل انه عم بيزيدوا حالات القلق وحالات الاكتئاب. من هي الفئة العمرية دكتور عذرا على المقاطعة المعرضة لهذا الاكتئاب والقلق؟ 18-25 يعني الشباب الشباب يعني اذا بامبريس انا بالاكزيكتيف بورد تبع امبريس اللي هي جمعيه عم بتامن الخط الوطني الساخن اللي هو بذكر فيه 15-64 لكل الاشخاص اللي عندهم حالات اكتئابيه شديده او حتى بحاجه انه يحكوا مع حدا او عندهم افكار انتحاريه فيهم يدقوا على هيدا الرقم في دائما حدا موجود ممرن يحكيهم اكيد ما راح يحل الازمه الاقتصاديه بس راح على القليله يقدر يعطيهم شويه امل يساعدهم يخفف شوي من المأساة ونرجع على فكرة التضامن الاجتماعي بحب عقب على الموضوع انه كمان الدراسات بالصحة النفسية بتفرجي انه التضامن الاجتماعي هو اكتر protective factor اكتر عامل بيحمي بالاوقات الصعبة الشخص انه يفوت باكتئاب يعني باكتئاب واضح. الانعزال الاجتماعي هو دايما اذا حدا عنده افكار انتحارية افكار سوداء
هذا حيلا نوع من اللي عم بيعيش نوع من اليأس. أهم شيء ما يعزل حاله، يعني إذا بدي وصل مسج واحد إنه ما نعزل حالنا وقت نكون متضايقين. فينا مجرد نحكي مع حدا منحب، مجرد نشوف حدا منحبه، نحس بهالتضامن الاجتماعي، أكيد ما رح يحل لنا مشاكلنا كلها، بس على القليلة رح يخفف من إحساس الاكتئاب واليأس. لكن بنرجع على هالفقرة العمرية 18-25، هن أكتر عالم بيكونوا أكتر عالم بيدقوا على إمبريس، أكتر عالم بيجوا على الكلينيك، لأنه في كمان عيادة مجانية بتقدم خدمات صحة نفسية مجانية. أكتر عالم عم يجوا هن اللي عمرهم 18-25، وأكيد الأسباب واضحة، يعني لأنه هن بعمر لازم يأسسوا حالهم، عم يطلعوا من الجامعة، بدهم يفكروا بمستقبل، مش الكل قادر يفل. ويمكن في ناس ما بدها تفل، وهذا الشيء كتير منيح، متمسكة بس أنه بتشوف أنه المستقبل مسدود. دكتورة ليلى، عن هذه الفئة العمرية وهذا الجيل، هلأ نعرف نحن الجيل اللي ربي أو خلق بالحرب الأهلية يمكن تعود، ما بدي أقول أنه يعني عنده مناعة، بس تعود. ولكن هذا الجيل اليوم بين 18 وال 25 حتى أقل من 18 سنة، اللي عم يرسم الأفق قدام وعم يرسم الطريق اليوم، هذه الأمراض التي يعاني منها، هذا اليأس، هذا النظر إلى لا أفق اللا مستقبل، إلى ماذا يؤشر؟ يعني هذا الجيل ما الذي ينتظره في المستقبل؟ اللي هتفضلت فيه دكتورة هالة واللي نحن عم نشوفه، لأنه مثل ما حضرتك بتعرفي أنا أستاذة جامعية وبالتالي بعلم هالفئة العمرية بالضبط، وفي إحباط شديد عند الشباب لأنه شايفين حالهم ما عندهم أمل ببلد، مش بس يعني بلد سرق لهم مصرياتهم، بلد سرق لهم جنى عمرهم، بلد حطم لهم أمالهم، في كتير صعوبة، بالتالي ما عم يقدروا يكملوا، لأنه كمان الدراسة الجامعية بدها تركيز، بدها تخطيط، بدهم يشوفوا شو بدهم يعملوا بمستقبلهم، عم بيشوفوا كل المستقبل النهار قدامهم، فعم بيكون كتير صعب. مسؤولية التضامن الاجتماعي والتكاتف مسؤوليتنا كتير كبيرة، نحن كأشخاص قادرين نشوف كأساتذة إلى آخره. بس هون حب قبل ما كمل الفكرة حب أقول أنه أنا من جيل الحرب الأهلية بلبنان، وبقدر أحكي مش بس بظن وبعتقد وإلى آخره، أنا عايشت وشفت. ويمكن بيساعدني كمان مش بس أني عايشت، وهذا شيء كتير منيح، بيساعدني أنه بشتغل بالبحث الأنثروبولوجي لحتى أقدر أقول لا، في ناس بالعكس، في ناس هيد الظروف عم ترجع تخليها تفكر ان بتعمل عدوانية مثل ايام الحرب. مش هناك في ناس كتير بيقول ويصير حرب، ما عارفين شو يعني يصير حرب. وفي ناس في مناطق انفرزت، وهيدا شيء كتير مؤسف بانه نعيشه بوطن واحد. بدي كمان نشير لنقطة صح، المسؤولية الاولى والاخيرة بتوقع على عاتق الدولة، وانما ما بدنا ننسى انه نحن كمان من سنتين لهلأ موجودين بازمة عالمية اللي هي ازمة كورونا، يلي قلبت كل المقاييس الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية بكل العالم، كل شيء، والتعليمي أي شيء، وحطت إذا بدي أقول إجت فجأة، وكمان سببت يعني اللي كان يعاني من عنف صار يعني صار يعنف أكتر، مش بس لأنه الوضع لبنان هالقد مؤذي. وكيف إجا الوضع بلبنان؟ يعني إذا بنحط بس قدامنا والشباب بهالشريحة العمرية، هن بيطلعوا وبيسمعوا وبيقروا الدراسات اللي بتنعرض قدامهم بالإعلام، ولازم يشوفوا أنه وقتها بنقول نحن أنه الشعب اللبناني هلأ في بيقول معالي وزير شؤون الاجتماعية من فترة قريبة أنه من 70-75% من الأسر اللي موجودة بلبنان هي بحاجة لمساعدة اجتماعية لتقدر تكفي حياتها. فقديش نحن عم نحكي عن وضع صعب، وقتها بنقول أنه نحن هلأ ما قادرين نتحمل مثل ما تفضل الدكتورة هالة ولا فاتورة استشفائية ولا صحية، وأصلا عنا انقطاع بالدواء. كل هالأمور هاي عم تنعكس زيادة قلق واضطراب مش بس على الشباب، حتى على أهليهم اللي هن المفروض أنه يدعموهم ويأمنوا لهم هالأمن الأسري والعائلي، وهن بنفس الوقت عم يرزحوا تحت كل هالاضطراب والقلق، بظل وجود بطالة زيادة، بظل وجود إحصاءات الإسكوا منشور طلعت دراسة إحصائية عن الموجود بلبنان بالنسبة للوضع المتأزم اقتصاديا واجتماعيا. فقالت بالدراسة أنه عنا 60% من الشعب اللبناني، وقالت محاولة
2.4 مليون شخص موجودين بلبنان هن تحت خط الفقر، يعني بعيشوا بأقل من 14 دولار عم نحكي بالشهر، وبالتالي الأزمة كتير صعبة. بس هون أنا بحب ضم صوتي للي تفضل فيه دكتورة هالة، بس يمكن بتوافقيني دكتورة أنه نحن والأشخاص اللي هالقد عندهم تروما أما وضع مؤلم ما لح يقدروا هن يساعدوا حالهم، نحن بدنا نطلب من المحيطين فيهم وقت يشوفوا عندهم حالة انعزال أما حالة انطواء أما عم بيشوفوا عليهم بعض المؤشرات هن يحاولوا يحضنوا ليتلافوا هيدا الموضوع، لأنه وقت يكون الشخص هالقد وضعه فايت بهي الدوامة يمكن ما يقدر كثير يساعد حاله. هو السؤال اليوم المحيط، هذا المحيط اللي مشغول باله بالبنزين والكهرباء وبالدواء وبالمستقبل ولوين رايح البلد وسعر صرف الدولار، بظل فعلا انعدام أفق الحلول وانعدام الرؤى، هذا المحيط هل هو جاهز؟ هل هو واعي لأهمية الصحة النفسية للأفراد؟ ربما صارت من الكماليات يعني. إذا أنا بتخيل رح بلش جاوب على هذا السؤال، بس قبل أنه أقول أنه العالم بحاجة أول شيء أنه نحن نأكد له أنه مش هي بس مسؤوليتها كفرد أنه تتعايش مع هالوضع اللي نحن فيه، حتى لو هذا الشيء ما رح يغير الوضع، بس مهم أنه نحن أنا بحس كمسؤوليتي كطبيبة نفسية ما في أطلب من الفرد أنه أنت مشكلتك ما عم تتأقلم، ما هو شيء أصلاً ما حدا بيقدر يتأقلم عليه، يعني هيدا الديسكورس شوي أنه لا الصحة النفسية ولازم تتأقلم ولازم وعمول يوغا وعمول سبور، أكيد كتير منيح وكتير مهم، مش عم نقول لا لازم الواحد يكفي الروتين العادية تبعه، بس لازم كمان نحن تأكنولج يعني نعترف للناس انه طبيعي تكون مش مرتاح، طبيعي انه تكون انت هلا محبط، هيدا الشيء طبيعي، يعني لازم نشوف الواقع مثل ما هو، لازم اول شغله قبل ما نحكي بالعلاج وقبل ما نحكي كيف نحضن وقبل ما نحكي هيدا نشوف الواقع مثل ما هو. انا برايي يعني قراءتي للموضوع مشكله اللبناني انه ولا مره بشوف الواقع مثل ما هو، دائما انا القوي انا الهيدا انا هيدا، بتعرفي انه الريزيليانس الريزيليانس انه نحن الشعب انه حتى انا وقت كنت صغيره انه بتنزل القذيفة يلا منقوم ومنكفي عادي، منكنس شوي امي بتكنس وبتكفي عادي، انه حياتنا مكفي عادي تحت الأزهار. مظاهر مثلا يعني هناك موسم اعياد، مظاهر الاستهلاك في الاعياد ومظاهر الاستهلاك بشكل عام هي مظاهر طبيعية في مجتمع يعاني انهيار اقتصادي. اي هلا انا كمان كيف تفسرينها؟ كمان كطويرة دايما هناك علامات استفهام تطرح انه أكيد انه شوفوا ما في انهيار بلبنان اكيد، بس كمان انا بحس برايي هيدا كمان سيرفايفل، يعني هن بدهم يلاقوا طريقه يضلهم عم بيحسوا في معنى، ما هي فقدان المعنى هيدا الشيء اخطر شيء للواحد يضل بصحته النفسيه، فقدان المعنى انه يمكن هيدا الشيء بخلينا نحس انه بعد في معنى، انه بعدني عم بنبسط بعدني عم عيش. ما نحن مشكلتنا بلبنان انه نحن والموت هيك وجنا بوج عايشين، بس الموت هون بحيلا لحظه، انفجار بيروت واحد ببيته فجاه خسر بنته، طب انه هيدي كيف تلاقي لها معنى؟ انه بكبسه زر في حدا قرر انه انا بكبسه زر بدي امسح بيروت، انه كيف تعطي معنى لهيدا الشيء؟ وهيدا الشيء كثير صعب واحد يعطي معنى، واقل شيء انه نحن نعترف للعالم انه اذا انتم نفسيتكم تعبانه وعم بتعصب اكثر وعندك قلق وما عم تقدر تنام انا حاعطيك دواء ساعدك اذا لقيته اكيد، بس كمان نعترف لهم انه طبيعي اللي عم بيصير معكم، هيدي لحالها بتقدر شوي تروق العالم، لانه اذا جينا وقلنا لهم لا انت بدك تتاقلم مثل ما تاقلمت على الحرب وتاقلمت على كل الكوارث بدك كمان تتاقلم على هيدا الشيء، بحسها أنا صعبة. هيدي أول نقطة. تاني نقطة أهمية المحيط، كنتوا عم تفضلتوا وقلتوا أنه أهمية المحيط أنه هن يحضنوا هالأشخاص اللي عم ببلشوا يمكن يفوتوا باكتئاب، أكيد هيدا الشيء كتير مهم، ونرجع على فكرة التضامن الاجتماعي، بس حتى إذا هن كانوا كمان تعبانين إذا هن مش قادرين، الأم اللي هي عندها 1,100 هم ببراسة يمكن مش رح تقدر بتعمل قد ما فيها، وهون يمكن أهمية الأخصائي النفسي اللي بيقدر يساعد، وفي كتير ناس عم تقدر تساعد، أكيد ما رح نحل الأسباب ولا رح نحل أزمة ولا رح نقدر نرجع نعطي معنى، بس على القليلة المعنى عم يجي من هالعلاقات من هالعلاقات، وبنقدر نساعد شوي انه نخفف من هالاحساس بالاحباط، نخفف احساس الاكتئاب، نرجع نجرب نلاقي اشياء تقدر تعطي معنى وحتى بالامور الصغيره تبع الحياه. دكتوره ليلى، ايضا يعني من الاسئله المطروحه اليوم في لبنان، هناك مصطلح هو مصطلح أليم
ولكنه الأكثر تواترا على لسان المواطنين وأيضا على لسان المسؤولين. الذل، أن الشعب اللبناني يعيش في ذل. ما الذي يفسر أن يطبع شعب أكمله مع هذا الذل؟ مثلا شفنا طوابير البنزين خلال الصيف المنصرم، رأينا أيضا الناس التي تنام على السطوح بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أيضا الطوابير أمام الصيدليات أمام المخابز. ما الذي يفسر هذا التطبيع ويعني عدم الرفض، عدم الثورة الشاملة يعني بالمفهوم العام على هذا الوضع، طالما هناك مسبب لهذا الوضع وهو معروف؟ كتير حبيت هيدا السؤال، لأنه كنت حاطة نوت أنه هلا بدي أحكي عن ذل الناس اللي عم بيصير، لأنه وقت بدنا نحكي عن صحة نفسية جيدة أو مقبولة بفردية أما مجتمعية، كيف بدنا نقول لهم للناس لازم تكون صحتكم النفسية جيدة بظل إذلالهم من قبل الطبقة الحاكمة؟ بصراحة يعني مسار الطبقات الحاكمة، حتى ما حدا يقول أنه هو سيرورة مشيت على مدى السنين وعلى مدى السياسات اللي اتبعت، وإنما هلأ خلص صار الانفجار البيك هون. نحن مش بالانهيار، نحن تخطينا الانهيار يعني صرنا قاطعين كتير. البنك الدولي بيقول أنه لبنان هو واحد بلد من ثلاث دول بالعالم الأكثر كارثيا بالوضع الاقتصادي، وبيحط تقدير انه بدنا بين 12 و19 سنه لنبلش نرجع نستعيد عافيتنا. طيب كيف بدك تخلي الناس يصير عندهم اطمئنان وامان اذا هيك عم نشوف؟ مين المسؤول؟ المسؤول الطبقه اللي عم تقدر، بعتذر رح احكي بصراحه وانا بوافق الراي، اللي عم تقدر لهلا تضحك على الناس. كل ناس عندهم جامعتهم، وكل طبقه بتطلع بالاعلام بتضحك على الناس وبتقول لهم نحن ما بنقبل تنزلوا، بس ما عم نشوف بالمقابل، حتى ما عم نتهم، نحن عم نوصف وضع، ما عم نشوف اجراءات فعليه من قبل كل المسكين هذه السلطة هذه المفاصل بالسلطة بالدولة لحتى تخفف من الذل على الناس، تخفف فعليا مش بالكلام. وقتها بيكون هلا كنا عم نحكي ما في أنا أعمل لشخص اللي هو عايش كل هالاضطرابات حواليه وهالقلق وهالإحباط واليأس، اللي أنت لازم يكون عندك أمل بربنا، أنت لازم يكون عندك إيمان بهالبلد بالمسؤولين لإله. أنا بدي حسسه فعليا، خلينا نشوف فعليا شو عم بيصير كل يوم. هلا حضرتك تفضلتي عن ذل عتدنا انه نشوفه، وهيدا شيء بعلم النفس دكتوره هلا اكيد بتقدر تحكي عنه، انه التعود على الصوره كيف بنشوفها حتى بالاعلام، ما حضرتكم بتعرفوا بنقل الصوره بصير شيء طبيعي. وغيرة الدين بتصير بس اذا شيء حدا قال له لشيء مسؤول هو يعني مؤيد له شيء كلمه شوي بتكون برات الطريق، ساعتها بينزلوا على الطرقات وبيحطوا بيساووا. هل الانقسامات الطائفيه والسياسيه التاريخيه التي يعاني منها المجتمع اللبناني هي التي تعيد دائما الفرد الى هذه الجماعة حتى لو لم تقدم له يعني أبسط مقومات الحياة؟ ببساطة أستاذ ليال، بلشتي أول سؤال سألتيني إياه عن المواطنة. نحن ما عندنا أشخاص لبنانيين بالإطار العام بيحملوا هوية مواطن لبناني. نحن عندنا زبائنية، عندنا 6 أو 7 أطراف بالبلد عندهم جامعات ماشي وراهم، هن اللي بيحددوا مصير البلد بكل لحظة. رغم الذل لم يدرك المواطن اللبناني أهمية الدولة والمواطنة وضرورة الانتماء لدولة. لح أربط شوي، أنا بحب سميه شو ما بدكم تسموه، ثورة، حراك، انتفاضة، اللي بدكم إياه. خلينا بس أقول المشهد اللي شفناه بتشرين، ليش الناس بتشرين أول من سنتين بالضبط، ليش الناس أكثر الناس صارت تقول، الناس كتار حتى الشباب، إنه هلأ لح يصير عنا أمل، فكروا إنه لح يقدروا يرجعوا يسنوا إذا بدنا نقول مسار جديد يعطي هوية جامعة لهالبلد ويحط قوانين محاسبة. يعني نحن بنشوف هلأ إذا بدنا نشوف بمشهد الانقسام، إذا بدنا نطلع هيك بتطلع فئة بتقول أنا ما بقبل بهيدا القاضي وبهيدا القصة، بتطلع فئة تانية بتقول أنا ما بقبل بهيدا القاضي، والناس هون بينزلوا بأيدوا هيدا الفئة وهون بينزلوا فإذا ما في أحس مواطن. وأنا ما بلوم الناس، نعم. أنا بلوم الظروف يلي تركيبة البلد، اللي ما حدا يقلي أنه نحن تركيبتنا مميزة، واضح. تركيبة البلد المنقسمة واللي ما اشتغلنا لا بالتربية ولا بالإعلام ولا بالقانون ولا بالسياسة لنعمل بلد. سنستكمل هذا الحوار ونقاش الشيق، ولكن بعد التوقف مع فاصل أخير.
عودة إلى القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة من أحاديث بيروت. دكتورة ليلى، حضرتك مؤمنة بالتضامن الاجتماعي بين شرائح الشعب اللبناني، ولكن واضح منذ بداية الانهيار وكأنه في نوع من التقوقع لدى بعض الجماعات، خاصة لدى الجماعات التي لديها ربما القيادة العليا تقدم لها بعض الفتات من المعونات الغذائية، الأدوية، المازوت وما إلى هنالك. هذا الانهيار الاقتصادي برأيك هل سيدفع الناس للشعور العارم بضرورة التغيير وضرورة النهوض بواقعهم، أم لا هو سيؤدي إلى تقوقع أكثر فأكثر وربما إلى تطرف في مكان معين؟ اسمحي لي هون أستاذي ليال هيك فكفك السؤال يلي حضرتك طرحتيه. أول شيء أنا مؤمنة أن التضامن الاجتماعي يخفف من ألام الناس. أنا ما عم أقول أنه نحن نشهد في لبنان تضامن مجتمعات وبيئات بكل لبنان، لا، بس أنا بعتبر وعندي يقين أنه نحن ما لح نقدر بهالفترة نطلع من أزماتنا الكتير صعبة إلا بتحقيق تضامن اجتماعي، وبنحكي هلأ بمساره. النقطة الثانية اللي حضرتك فضلتي فيها، أنا أيضا على يقين أنه أي جهة، حكيت أنا أنه ناس مسؤولة، ما عم أقول ما عليا مسؤولية كمان، بس بظل هالأوضاع بيصير في استغلال إذا بدي أقول من الكل لوضع الناس الصعب، والقراءات عم بتدل هلأ بالنسبة للانتخابات أنه ما لح يتغير شيء، لأنه كل جهة لح تقدر بعتذر يعني تشتري وجع الناس بتأمين بعض الأمور لترجع تنتخبها هي ذاتها، لأنه بهالظروف اللي عم نقولها المأساوية وظروف الذل، الواحد بيصير بده يأمن حياة عائلته، المقومات الدنيا. مشان هيك كمان بدي أقول أنه لا، أنا ما عم أقول أنه إذا أجت جهة معينة ما حدا في حل محل الدولة، هيدا بده دولة. إذا أجت جهة معينة لتقول أنه أنا بدي ساعد فئة معينة، ما بقول لا ما بيصير هيك، نحن عم نأزم العالم. بدنا نكون كمان منطقيين، بدنا نشوف كيف فينا نخفف ألام الناس. هلأ اللي بده يساعد بس جماعته شيء، واللي بده يساعد كل الناس المحتاجة شيء تاني، بس بالتالي ما حدا في سد هيدا الموضوع عن الدولة. حاجتنا للكهرباء ما فيها تجي جهة معينة تأمنها، حاجتنا للدواء ما في إلا وزارة الصحة بدها تجيب لنا إياها، والاستشفاء، حاجتنا للتعليم، نظم التربية وإلى آخره. فإذا هاي أولا وأخيرا مسؤولية الدولة، مسؤولية للناس ناطرتها. ليش كل مرة بنشوف يعني الذل عم بيزيد أكتر والناس عم ترضخ أكتر؟ لأنه بيكون عندها أمل، نطرنا كذا شهر كتير أنه لتجد الحكومة، إشت الحكومة لهلأ صرنا كذا شهر ناطرينها لتشتغل، لترجع تجتمع. بالضبط. فإذا الناس ما بلومة من هالناحية، بس الناس بلومة أنه لا لازم تشوف صح. بدها تشوف صح، هون بحكي مين بده يخليها تشوف صح. في ناس أكيد عندها تعرف كيف فيها تحافظ على الرؤية الوطنية الجامعة، في جهات لازم هي تتحرك قد ما بتقدر، مش مهم بس ندفع مصاري، كنا عم نحكي شوي عن الدعم النفسي قد مهم نقدر، وهيدا شيء شفناه حتى ما نقول عم نحكي شيء. يعني السوشيال ميديا حافله باشخاص عندهم ادويه بتبرعوا فيها مجانا لناس محتاجين، باشخاص يمكن عندهم البسه اطعمه، ولكن هيدا ما بيكفي. بدنا نشتغل على مشاريع تقدر تعطي انتاجيه للناس من لبنان أو حتى من برات لبنان. واسمحي لي أقول يمكن في بعض يستغرب، يلي عنده إمكانية يترك البلد بهالفترة مش إنه هو لأنه بده يهرب، لا، لأنه بده يقوي لحمة الناس ببعضها، خليه يترك ليقدر يشتغل برا ويفوت عملة صعبة ليساعد ناس هون. يعني بدنا نشتغل على إنتاجية مشاريع، على مشاريع منتجة، على إنشاء تكتلات ولجان بالأحياء والمناطق لحتى تشوف حاجات الناس باختصاصات تتبرع وتتطوع لتقدر تخفف عنا، ونقدر نساعدها حتى ولو ماديا، بس بالمقابل نشتغل كمان على توعية الناس لتعرف كيف بدها تطالب بحقوقها وتحاول تعمل تغيير. أوكي دكتورة، هلا ذكرت الدكتورة ليلى نقطة مهمة، هي نقطة الانتخابات. هلأ في أرقام ما بعرف قد شي دقيقة عم تتحدث أنه الخرق في الانتخابات النيابية المقبلة ليس واردا، قد يتم إنتاج الطبقة السياسية نفسها. ما هو التفسير النفسي لأفراد لشعب عاش كل ما عاشه ثم جدد لطبقته السياسية على افتراض جرت الانتخابات وعلى افتراض أنه تم التجديد للأحزاب؟ هذا السؤال اللي بيوجع، هذا سؤال بيوجع، لأنه مثل ما كمان تفضلت وحكيته من قبل شوي أنه في شيء
له علاقة بأنه هلأ الناس موجوعة. الناس هلأ مثل ما حكينا survival mode، يعني هي بس عم بتجرب أنه تقدر تكفي يومياً، أنه تقدر تكفي. أنا بتخيل أنه هيدا عامل أساسي. هلأ أكيد ما بيبرر وما بيفسر كيف العالم عم ترجع تنتخب ذات الناس، بس نحنا يمكن بعد ما بنعرف شي عن قدي في عالم وضع مأساوي. نحنا هلأ عم نحكي بس يمكن بعدنا عم دبر حالنا، بس أنه في عالم عن جد وضع مأساوي. يمكن الـ إذا للأسف يعني يستعملوا وجع الناس كرمال لهالناس ترجع تنتخبهم. ما هي هيدي كل المصيبة وكل المشكلة، إنه الطبقة السياسية حاكمة مفروض تكون بخدمة الناس، عم تستعمل وجع الناس لتحطهم ضد بعضهم، وعم تستعمل وجع الناس لترجع تشتري الناس. يعني هيدا كيف فينا نفصل الصحة النفسية عن هالنطاق؟ ما بقى فينا نفصل الصحة النفسية عن السياسة اليوم. الصحة النفسية مرتبطة بالوضع السياسي، ومرتبطة يعني أنا برجع بقولها أنه بحمل قسم كبير من المأساة النفسية مسؤولية هي على الطبقة السياسية الحاكمة. نعم. أكيد أنه الأفراد عندهم مسؤوليتهم مثل ما حكينا، بس كمان مين اللي هون، مين اللي عنده القوة، مين اللي عنده السلطة؟ أنه الناس المعطرة ما عندها السلطة. يعني أنا بتخيل أنه التفسير هو تفسير فينا نقول من ميلي تفسير بسيط، يلي هو التفسير أنه الوجع والفقر والهيدا. وفي تفسير تاني هو تفسير عقلية، في يمكن ناس بعدها بعقليتها متمسكة أكتر بجامعتها من ما بالسيتيزنشيب، يعني من ما أنه هي تكون مواطنة، متمسكة أكتر بجامعتها لأنه بعد بعقليتها أنه هالجامعة رح تحميني. ما نحن ربينا على هيدا الشيء، من خاف من الشخص التاني، من خاف من الطائفة التاني. لكن هي كمان يمكن فكرة أنه عقلية بعدها متواجدة، وهون الشيء اللي فيه يعني كيف نحن على سعيد، إذا نرجع شوي على سعيد الفرد يلي هلأ عم يتعذب من وراء الوضع، كيف فينا نساعد، شو فينا نعمل؟ أكيد أنه المشاريع اللي بتأمن إنتاجية هيدي كتير مهمة. والشيء المهم أنه يعني هالتضامن الاجتماعي بين العالم. وأنا هون بذكر كمان برقم 1564 اللي هو الخط الساخن، الخط الوطني الساخن للأفكار الانتحارية، الأحساس باليأس. بحيلا لحظة في حدا بيقدر يساعدنا، بيقدر يسمعنا، حتى لو هيدا ما رح يحل كل المشكلة، بس بيقدر يساعد عبر هالتضامن الاجتماعي اللي عم نحكي عنه. تفضلي الدكتورة ليلى، بدك تعقبي على اللي كانت عم تقوله الدكتورة هلا. اللي قالته دكتورة هلا وشي كتير مهم. مش بدي عقب بمعنى عقب، حابة أقول كم تفصيل. نحن بنعرف إنه نحن هلا عنا 70% من الأشخاص هن صاروا ملامسين لخط الفقر، فإذا نحن بنعرف قد إيه حجم مأساة الناس. نحن بنعرف آخر إحصاءات طلعت لقوى الأمن الداخلي بالأسبوع، من حوالي أسبوع، بتقول إنه نسبة العنف زادت 200% بالأشهر الأخيرة. نحن بنعرف إنه حالات الانتحار زادت، الجرائم زادت، ونحن بنعرف انه الوضع كتير مأساوي. لا نحن بنعرف، خاصة نحن بحيثين بهيدا المجال. المشكلة انه اذا نحن اللي بنعرف والمسؤولين بالدولة هالقد ما عم بيعقبوا ولا عم يعملوا سياسات تدخلية ليخففوا من هالشي، هون الأزمة. هلأ اللي كمان بدي أقوله بيتفسر علميا بكل الدراسات بالعالم مش بس بلبنان، بأوقات الأزمات والاضطرابات والحروب والمشاكل الكبيرة، الناس وقتها ما بيكون في دعم من سياسات الدولة تلقائيا بدها ترجع تنكفئ لشو العلاقات الأولية وعلاقات الفئوية والجهوية. مشان هيك هيدي ما بتصب بمصلحة وطن وما بتصب بمصلحة مواطن. الوضع الموجود واضح جدا انه بده يؤدي لهون، بده يؤدي لتفكك، يمكن يؤدي ل، والناس بتصير تقبل، بتصير تقول ايه بنفكك وبس نعيش، ايه بنفكك بس تتأمن امورنا. فإذا يعني الخلاص ربما فردي وليس جماعي على مستوى الوطن، بس نكون هالقد بأزمات. مشان هيك بدنا، أنا بقول نحن هلأ مساقب بأجواء الميلاد، إن شاء الله يا رب تكون هالفترة بتحمل روح المحبة والسلام لكل العالم. أنا بقول مثل ما إجا يسوع المسيح عليه السلام بمعجزة، نحن بحاجة لمعجزة تنقلنا من هالوضع، ولأنه زمن المعجزات يمكن خلص. بدنا نحن نشتغل بمعجزة لنقدر نحاول نخفف من هالألام، لأنه كمان ما بدنا نخدع الناس. قدامنا سنوات طويلة
حتى لو اشتغلوا لنرجع نستجمع الوطن قدامنا سنوات طويلة لنقدر نرجع نمشي على السكة. طيب. زمن المعجزات انتهى كما قالت الدكتورة ليلى، فإذا إن شاء الله لا. اليوم في ظل هذه الأزمة حابة أختم مع حضرتك بتوصيات للناس اليوم الذين يشعرون أكيد. أنهم ليسوا بخير أكيد. ومن يحيطون بهم أيضا ليسوا بخير وهناك قلق عام أكيد. ما هي النصائح في ظل يعني حكينا أكيد. عن انقطاع الأدوية، حكينا أيضا عن البنية الصحية اللي هي منا مؤاتية اليوم أكيد. بشكل عام في لبنان. يمكن أول نصيحة هي أنه نتقبل أنه نحن هلأ عايشين بأزمة كتير صعبة وأنه هيدا الشيء طبيعي رح يأثر على صحتنا النفسية، يعني ما فينا نكون ولا سوبرمان ولا سوبرومن، يعني طبيعي أنه نحن نكون هلأ إن كان بإنتاجيتنا إن كان بمشاعرنا إن كان بعواطفنا إن كان بسلوكنا منا بالأوبتيمم فانكشنينج، ونتقبل هيدا الشيء. هيدا أول شغلة. ما مش يعني نتقبل نستسلم، في كتير فرق، بس أنه ما يعني انه ما نضحك على حالنا، بس نتاكد ونعترف للناس انه طبيعي يكونوا عم هن موترين وطبيعي يكون حالتهم النفسيه مأثره بالوضع اللي نحن فيه، وانه المسؤوليه مش بس عليهم، المسؤوليه كمان على الطبقه السياسيه الحاكمه وعلى الازمه. بس شو بنعمل؟ اكيد ما راح نقول لهم هيك ونخليهم انه يلا خلص انهاروا كلكم، لا اكيد. بس اول شغله هي مهمه، هيدي مهمه لانه هيدي بتخلينا نشوف الاشياء، بتخلينا نشوف الواقع مثل ما هو، وبتزيد الوعي الذاتي. غير ما واحد يكون عم بيحط بريشر على حاله، اول شغله ما بقى تحطوا هالقد بريشر على حالكم. اذا هلا ما نكون قادرين تكونوا بذات الانتاجيه اللي كنتوا فيها قبل، او مش بذات التركيز يلي كنتوا فيها قبل، اول شغله هي انه نتقبل هيدا الواقع ونتقبل هيدا الشيء تنفهم حالنا شو عم بيصير معنا. ثاني شغله هي ما نعزل حالنا، التضامن الاجتماعي، كل حدا عنده حدا بيفكر فيك، حدا بحبه، حدا بيعز عليه، وهيدا هون بعد أكتر كتير مهم. يمكن أوقات فينا نوقع بالريسك أنه ما الجلادة وما الجلادة شوف حدا وما الجلادة شوف حدا، بس الانعزال كل ما حدا انعزل أكتر وأكتر وأكتر كل ما بتصير أصعب يطلع من هالعزلة. وإذا عملنا هالشي بكير، يعني حضرتك الدكتور ليلى كنت عم تحكي من قبل أنه يمكن الشخص هو وقت يفوت بهالحالة ما فيه يطلع حاله، أكيد. بس هون الوعي الذاتي بيلعب دور، انه انا اول ما بلش حس حالي انه انا مضطربة، عم تجيني افكار سوداء، زعلانة، متضايقة، اول شيء هيدي مشاعر طبيعية، ما في شيء غلط بهالمشاعر، بس انه ما عيش لحالي، دق لحدا، احكي حدا، مش ضروري دغري روح عند الطبيب النفسي، فيي بلش بالسبورت سيستم يلي هو قريب لإلي، اصحابي، اهلي، يعني الا ما حدا بيريحني، ما ضروري شوفه اقعد احكي عن مشاعري وعن شو عم عيش، بس بكفي انه شوفه واعمل هالكونكشن لحتى تخف شوي اللوب تبع هيدا الافكار هيدا. الثالث شغله هي انه بالرغم من كل شيء ضل جرب، ابقى لاقي اشياء بتعطي معنى لإلي. يعني انا اذا عندي روتين معينه يمكن ما بقدر اعملها، يمكن في ناس مثلا لا نحكي من حكى كتير عن السبور، أكيد في كتير دراسات بتفرجي أنه كل شيء السبور بيساعد، الإكزرسيس فيزيك بيساعد أنه نكون أحسن وبيخفف نسبة القلق، أكيد هذا الشيء بيساعد، بس ما لازم يكون قصاص، مش أنه أنا أجبر حالي روح أعمل سبور لأنه ولا قالوا لي أنه هيدا، لا. إذا أنا معود كل حياتي بعمل سبور ما وقف، ضل بعمل سبور. إذا أنا معود كل حياتي أعمل شيء بيبسطني، ضل أعمل الأشياء اللي بتبسطني، ما اوقع انه لا لازم اعمل هيك ولازم اعمل يوغا ولازم اعمل هيك، لا، انا الشيء اللي عاده انا بيبسطني ضل قد ما فيه اقدر اعمله بلا ذنب. يعني انا اذا قادره بعد اعمل اشياء بتساعدني، ما علي فيه ضل اعمل اشياء بتساعدني، لانه الروتين اللي انا معوده عليها هيدا الشيء مهم وبيساعدني انه يحسسني بامان، الاحساس بالامان. ارجع قد ما فيه شوف انا وين في بالمحيط تبعي شبكه امان، روح صوبه الشبكه اللي الاشياء اللي انا بتزعجني او بتضايقني جرب ابعد عنها. يعني قد ما فيي اتصرف مع حالي مثل ما كنت بتصرف مع اعز شخص لي قاطع بفتره كتير صعبه، وبما انه كلنا قاطعين بهالفتره الصعبه هالشيء رح يزيد عظيم. كمان دكتوره ليلى جمله واحده اخر شغله انه اذا حسيت واذا وصلت لدرجه عملت هدول وبعدني متضايق وبعدني مزعوج وبعد مش ماشي حالي وعم بتزيد وضعي، هون صار وقت انه استشير اخصائي.
أقصائي نفسي أودق على خط الحياة بجملة واحدة بس. بدي أقول ضروري كمان نقنع حالنا أنه ما بقى فينا نعيش مثل ما كنا عايشين قبل. بدنا نتقبل ننسجم مع النمط لحياة جديد يلي فرض حاله علينا، وهيدا صعب ومش سهل ابدا، بدنا فتره نتخطاه، بس هيدا اساسي ومنطلق. ما بعرف الدكتوره هلا بتوافقني انه نحن حياتنا بالتاكيد نمط اللي كنا عايشين فيه قبل بدنا نفكر نغيره لانه ظروف قاسية علينا. يعني في نوع من الدوي بده يصير مثل واحد عم بي. شكرا دكتوره ليلى شمس الدين الباحثه في علم الانثروبولوجيا والاعلام، انا اشكرك جزيل الشكر على المشاركه في هذه الحلقه، وايضا دكتوره هلا كرباج وانت طبيبه واخصائيه في الامراض العقليه والنفسيه، ايضا اشكرك على المشاركه. مشاهدينا يبقى الشكر الاكبر لكم، واتمنى لكم الصحه كل اشكال الصحه، واتمنى ايضا لكم اعياد ملؤها الامان والخير. الى اللقاء.